حبيب اللي بحب وما شفت ازاي حد. اه والله العظيم حبيب اللي بحب. يا بنت ده انت طايره مش ماشيه. ما تخليك في حالك انت. مش تقول يا بنت ان ليك مزاج في الميه. كنت سقتك حاجه معتبره. انت البعيد ايه حمار؟ اول مره اتعلمت في وش. استني تتعلم فين تاني؟ لا ما خلاص ذكر الزريبه في الاسم زمانه بيتعلم. ليه اخويا في ايه؟ كيس بودره بحاله. انت عارفه فيها كام دي؟ 25 سنه. معلش نهار اسود. تعالي يلا على البيت، في حساب قديم لازم نخلصه. يلا اخرس خالص لا صوت ولم عليك ولا اكلها. يا لهوي يا رجاله انزلوا، عايز يغتصبني، عايز يتحرش بيا. انزلوا يا ناس. انا هسيبك بشوقك، انت كده كده جاي لي. غور ياض، غور من هنا. اوصلك غور يالا. غور يا خبتك التقيلة يا فتون، انتي واختك بقى الاتنين الرجالة كده يتحمسوا كده كده يعني. ايه ده؟ انا جاية معاكي يا اختي. ما انتش جاية يا فتون. ليه؟ هتخش الاسم ازاي وانت رجليكي مش شايلاكي كده؟ انا زي الفل على سبيني في حالي. انت كان مقبوض عليك؟ مين اللي قالك؟ لحقتي عرفتي؟ ده انا بقالي الساعه في الاسم. بتتاجر في البودره يا راشد؟ بودره ايه وعفرطت ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ الحمد لله على السلامه. والمصحف نورت. طب عليا النعمه من نعمه رب، انا قلبي كان هيقف لما عرفت ان الحكومه مسكتك بكيس بودره. مالها دي؟ ركز معايا هنا. انت بتضحك عليا؟ ماشي في البطال ومنيمني صح؟ انت مجنون يا بت؟ وانا لو اتقبض عليا الحكومه هتسيبني اخرج؟ امال الونش قال لها كده ليه؟ ونش؟ وقال لك ايه بقى ونش؟ اسال فتون. قال لك ايه يا ست فتون؟ اصحي انت هتنامي. قال لك ايه ونش؟ قال ولا ما قالش يعني مش مشكله. طب والله ده انت نورت البيت. بس انا يعني تعبانه وصداع وحاجات من دي اللي انت فاهمها يعني. مالها دي؟ خد تعالى هنا. ايه؟ اللي ايه؟ مالك كده؟ اسف بقى. عادي هنا استني. ايه؟ ونش شافك بالحاله دي؟ مالها حالتي؟ ما تقولين في ايه؟ مالها؟ شاربه وسكرانه وحالتك بالبلد. هادي اخرت مروحه عند غنوه. انا حره على فكره. محدش يقول لي تعملي ايه. ولا يعرف ابويا لا مؤاخذه يروح يقول. ابوك ده في القبر. انا هنا الراجل. تسمعي كلامي. وانا هديكي من جزمه فوق دماغك. تدي مين بالجزمه؟ انت هتعمل عليا دكر يالا. دكر غصب عنك. لا مش خاطري يا راشد، ما تمدش ايدك عليها. محدش يمد ايده عليا. انتوا هنا قاعدين في بيتي. تقعدوا بالادب والاحترام وكمان تحطوني فوق دماغكم. ولا مش عاجبكم اتنيلوا في 60 داهيه. حقك فتون. لا مش حقها يا راشد. شقتي زي ما هي شقتها. ده تخلصوا بينكم. انا ماليش قعده هنا. خلصت. انت عارفه مكاني. تعالى يا راشد. دي فتون بتحبك زي اخوها يا راشد. وانش مين اللي اقول له على شغلي؟ الله انت عبيط يا راشد. ايه؟ رميت البودره؟ لا جدع يا ياض، لا انا ما عنديش شغل تاني من غير فلوس. وبالسلامة بقى عشان انت واقف عليا بخسارة. هات لنا يا ابني البيرة والشيشة. حاضر يا معلم. ايه اللي انت هببته ده؟ مسك اسد عيني وانا عارف ان معاه البودة. راشد فاكرني بعته ليك. اعمل لك ايه يعني؟ مش هيعمل لي انا، هيعمل لك انت. اختفي بقى اليومين دول وما تخلوش يشوفك.